أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق اليوم الثلاثاء عدة تنبيهات لمستخدمي الطرق في العديد من مناطق المملكة بسبب التقلبات الجوية، ودعتهم إلى أخذ الحيطة أثناء القيادة. كما أصدر الدفاع المدني تنبيهات بشأن تحذيرات المركز الوطني للأرصاد من الأجواء في عدد من المناطق، حيث حذر من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على عدة مناطق، منها تبوك ومنطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وأيضا منطقة المدينة المنورة.